عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخبار عاملين إيه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. إحنا النهاردة هنحل مثال من الامتحانات السابقة. تمام، بص، هو المثال ده فيه فكرة، ماشي؟ إيه الفكرة اللي فيه؟ إن هو مديك إجمالي، يعني مديك إجمالي قيمة المبيعات، مديك إجمالي التكاليف المتغيرة. تمام، غير الامثله التانية ان هو بيجيب لك مثلا سعر البيع، سعر التكلفه بالوحده، كل حاجه. فاحنا عايزين نحول هنا بقى عشان نعرف نحل. تمام، واجي الحاجات اللي طالبها طبعا بتاعه السؤال. اول حاجه عايز نسبه الهامش، عايز كميه المبيعات، قيمه المبيعات، والحاجات دي كلها. تمام، فيلا بينا نبدا نشوف هنعمل ايه. تمام، ماشي. اول حاجه هنا جايب لك قايل لك قيمه المبيعات ب 600,000، كميه المبيعات 30,000 وحده، اجمالي التكاليف المتغيره 360,000، خلاص، والتكلفه الثابته 160,000، ونسبه الاستغلال الطاقه الحاليه 75%. اجب، خلاص، يلا بينا. طيب اول حاجه هنفنط الحاجات دي. اول حاجه هنكتب هنا قيمه المبيعات، اهو قيمة المبيعات كام؟ 600,000. جميل، خلي الكمية دي في الآخر. بعد كده ناخد إجمالي التكاليف المتغيرة، تكاليف المتغيرة بكام؟ ب 360,000 جنيه. جميل، ماشي. وكمية المبيعات بكام؟ ب 30,000 وحدة. ادي كمية المبيعات 30,000 وحدة، خلاص. طيب والتكلفة الثابتة بكام؟ تكلفة ثابتة 160,000 جنيه. نسبة الاستغلال كام؟ 75%. ماشي، بص يا سيدي، هو مديك هنا اجماليات. طب انا عايز اطلع سعر البيع، وعايز الوحدة بقى، وعايز اطلع التكلفة المتغيرة هنا اجمالي، خلاص، عايز اطلع الوحدة بتاعتها. بعد كده عايز اجيب بقى هامش المساهمة، بعد كده عايز اجيب نسبة الهامش، الحاجات دي كلها عشان تسهل عليا وانا بحل. جميل، طيب هنعمل ايه بقى؟ هنقسم قيمة المبيعات على كمية المبيعات عشان يديني سعر بيع الوحدة، خلاص. يبقى هنقول كده ادي 600,000 على 30,000 هيبقى كام؟ 20 جنيه، خلاص. يبقى نكتب هنا كده، تعالى بقى هنقول سعر، اهو سعر بيع بكام؟ ب 20، خلاص. طيب التكلفة المتغيرة هنجيبها ازاي؟ هنقول التكلفة المتغيرة الإجمالي، خلاص، على كمية المبيعات، اهو 360,000 على 30,000 طلع بكام؟ ب 12. يبقى تكلفة متغيرة بكام؟ 12. طيب اللي انا هجيبه بقى، هجيب حاجه اسمها هامش المساهمه، ماشي، كل ده للوحده، خلاص. بعد كده هجيب نسبه الهامش. طيب انا عشان اجيب هامش المساهمه هعمل ايه؟ هطرح سعر البيع ناقص التكلفه المتغيره، اهي بالترتيب اهو عشان ما اتوهش. ادي 20 ناقص 12 هيبقى كام؟ هيبقى 8، خلاص. جميل، طيب نسبة الهامش بقى أجيبها إزاي؟ نسبة الهامش إحنا بنعمل إيه؟ هنقول هامش المساهمة على سعر البيع، خلاص، أهو في 100، هامش المساهمة ب 8 على سعر البيع 20، هنقول في كام؟ في 100، طلع بإيه؟ ب 40%، خلاص؟ أنا كده جاوبت أول نقطة. طيب هامش المساهمة دي، خلاص، احفظ بقى الحاجات دي عشان دي الحاجات اللي ايه، اللي من الاخر. نسبة الهامش ده بتفيدني بايه؟ دي بتفيدك لو انت عايز تجيب قيمة المبيعات. لو قال لك قيمة المبيعات ايه، هتقسم التكلفة الثابتة على نسبة الهامش. تمام، طب لو قال لك كمية المبيعات هنروح هنا. يبقى لما عاوز كمية المبيعات هقسم التكلفة الثابتة على هامش المساهمة للوحدة، هيديك كمية المبيعات.
خلاص يعني النسبه دي حطها في دماغك اللي انت بتستخدمها لو هتطلع فلوس، اما النسبه دي هتستخدمها لو هتطلع وحدات. خلاص ماشي، يلا بينا كده. احنا يعتبر جهزنا الحل. اول حاجه قال لك انا عايز نسبه الهامش، احنا طلعناها ب 40%. يبقى اول حاجه اهو، ده سؤال كام؟ سؤال 12 عشان بالترتيب الموجود هنا، عشان لو جبت الامتحان هتلاقيه فيه. يبقى نسبه الهامش اهو، نسبه الهامش للمساهمه الوحده بتعمل ايه؟ خلاص احنا قلنا هامش المساهمه خلاص على 20% بيديك كام يا باشا؟ بيديك 40%. انت كده كده مطلعها هنا اهو، ماشي ماشي. طب يلا تاني حاجة طالب منك ايه؟ طالب منك السؤال رقم 13، قال لك انا عايز كمية المبيعات. عايز ايه؟ كمية المبيعات. طيب بص يا سيدي، انت كده كده اي حاجة بعد كده هتيجي تكون مطلوبة منك وهتجيبها هيبقى عندك فوق التكلفة الثابتة دي ثابتة معاك. خلاص يعني كمية المبيعات ثابتة فوق معاك، التكلفة الثابتة، التكاليف الثابتة دي كده كده ثابتة. خلاص طيب كمية المبيعات يبقى التكلفة الثابتة فوق، التكلفة الثابتة معايا ماشي. التكلفة الثابتة اللي هي كام؟ 160,000. بص انا بطلع من ايه؟ بطلع من المعطيات بتاعتي. طيب انا خلي بالك انا في الاول قلت لك لما نعوز نجيب كمية المبيعات هناخد ايه؟ هناخد الهامش المساهمة للوحدة ولا هناخد النسبة؟ ها اهو هنا للجنيه خلاص اهو، وهنا لايه؟ للكميات او وحدات، عشان تبقى انت فاهم الحتة دي. خلاص انا عايز اطلع كمية المبيعات، يبقى انا عايز اطلع وحدات، يبقى انا هاخد التمانية. جميل، هيساوي تعالى كده نشوف، ادي 160,000 على التمانية طلع بكام؟ طلع ب20,000 وحدة اهو، 20,000 وحدة. خلاص طيب سؤال رقم 14. سؤال رقم 14 انتوا المفروض انتوا بقى تجاوبوه. هو قال لك انا عايز قيمة المبيعات. طيب انا قلت لك هناخد فوق كده كده التكاليف الثابتة معاك تمام، وتحت بقى، تحت بقى يا سيدي احنا هناخد هامش المساهمة للوحدة اللي هي التمانية، ولا هناخد النسبة الهامش اللي هي الاربعين في المية تحت. طب تعالى هو القيمة، قيمة يعني جنيه، قيمة يعني جنيه، يبقى انا هاخد ايه يا سيدي؟ هاخد النسبة. يبقى انا هقول له على 40% تمام. خلاص يلا يا باشا هات الآلة الجميلة، 160,000 خلاص على كام؟ على 40% خلاص. هتطلع بكام؟ هتطلع ب 400,000 جنيه. خلاص ماشي، احنا هنخلص بعد كده ايه، هنطلع الحاجات دي من البابل شيت ماشي. بص هو في ناس يعني ممكن يكون في ناس ما بيعرفوش يجيبوا النسبة على طول. طب انا عشان اطلع النسبة سيدي انا عايز 40، عايزها اطلع النسبة في المية. بص انت كتبت 40 صح، هتدوس شيفت خلاص، وهتدوس على اهو الكوز ده، شايفه؟ شايف علامة في المية دي؟ شيفت كوز على طول ماشي. دي كده انت طلعت ايه؟ طلعت النسبة بتاعتك اهي خلاص، وتشتغل عادي. يعني هنقول 160,000 على خلاص على كام؟ 40%. هنقول 40 شيفت كوس جميل، ويساوي خلاص، عشان ده تسهل عليك بدل ما تعمل مثلا ايه 40 على 100 مثلا، لا دي على طول اهي، دي هتريح عليك على طول ماشي. يلا احنا كده جبنا سؤال 14 ماشي. تعالى نشوف السؤال اللي بعده طالب منك ايه.
هنشوف سؤال 15 بيقول ايه. بص يا باشا، سؤال 15 هنا بيقول لك انا عايز كمية المبيعات اللازمة لتحقيق ربح مستهدف 80,000 جنيه. بص يا باشا، في القصة دي كلها هنمسك 80,000. خلاص تعال، هو قال لك انا عايز ايه؟ كمية مبيعات. كمية مبيعات هنا خلاص، يبقى انا هستخدم التمانية. قشطة، يلا بينا تعال. هو قال لك عايز ايه؟ كمية، ادي كاف كمية، ماشي، مبيعات اهو، اختصار بقى عشان احنا ناس ايه كبار، ربح مستهدف. خلاص ماشي، مش عارف القلم اللي حصل له، شكله القلم تعب ولا ايه. ماشي تعالى يا سيدي. بص يا باشا، هنا هنعمل ايه بقى يا سيدي؟ ركز كده بقى معايا، خلينا متفقين ان احنا كده كده التكاليف الثابته ال 160,000 هناخدها معانا. خلاص 160,000 ايه يا سيدي؟ هناخدها معانا، هي ثابته في كل الخطوات اللي بنعملها، بس هنقول زائد ال 80,000. 80,000 دي هنضيفها. خلاص يا سيدي اهو، على ايه؟ هو عايز ايه؟ قال لك، قال لك انا عايز كميه مبيعات، يبقى ناخد الثمانيه اهو. خلاص يلا نضرب على الآلة، هنقول هنعمل كده، هنقول 160,000 زائد 80,000 على التمانية، طلع بكام يا باشا؟ 30,000 وحدة اهو، 30,000 وحدة. خلاص فهمت. طيب يعني انا ايه اللي زاد عندي؟ هو مش اختراع ولا هتألف ولا حاجة، انت بتطلع كله من هنا. هو قال لك الربح المستهدف بتاعك، هو كتبه لك في التمرين، قال لك 80,000، هنطلع ال 80,000 فوق زائد التكاليف الثابتة. التكاليف الثابتة كده كده احنا قلنا اساسي معانا، ولما احنا قلنا كمية مبيعات يبقى احنا هناخد الايه؟ هامش المساهمة للوحدة اللي هو التمانية، عشان ده كمية، عشان احنا قلنا ده لكمية المبيعات. ماشي يلا يا باشا، تعال نشوف سؤال 16. يلا يا باشا، سؤال 16 بيقول لك ايه؟ قال لك انا عايز كمية هامش الامان بالوحدات اهو، كمية هامش الامان بالوحدات. خلاص طب يلا بينا، تعالى يا باشا. انت طلعت، انت بقى انت مطلع كام كمية المبيعات؟ 20,000. طب انت بص انت عندك المبيعات نفسها اصلا، ماشي، كمية المبيعات أصلا فوق هي كام؟ 30,000 عندك فوق في المعطيات، ماشي. أهو بص، شايف 30,000 اللي هي كمية المبيعات دي؟ تمام. تعالى يا سيدي، هنقول أهو هناخد 30,000 دي، يبقى إحنا 30,000 دي هناخدها. خلاص تعالى يا باشا أهو، هنقول إيه؟ 30,000 كمية الأمان إحنا بنطرح. طيب هنطرح ايه؟ هطرح من كمية المبيعات الجديدة اللي انا طلعتها اهي، كمية المبيعات التي تحقق، التي يتحقق عند التعادل دي 20,000. خلاص يا باشا، يبقى 30 ناقص 20 يبقى كام؟ 10,000 وحدة. خلاص بس هي دي الفكرة بتاعتها. تعالى سؤال 17 اهو، طيب هو قال لك بص بقى، سؤال 17 هنا بيقول لك انا عايز ايه؟ قال لك انا عايز اهو، سؤال 17 قال لك انا عايز قيمه هامش الامان بالجنيه. ما تتخضش، ما ايه، ما تتخضش، شايف ال 10,000 جنيه دول؟ اهي هتاخدها زي ما هي، وهضرب في ايه يا باشا؟ هو قال لك انا عايز قيمه، يبقى هضرب في سعر بيع. انت سعر البيع احنا كنا مطلعينه بكام يا برنس؟ مطلعينه ب 20. خلاص بس اهو هم ضربوه في 20، 10,000، 10,000 في 20 بكام يا باشا؟ ب 200,000 اهو، 1 2 3 4 5 بالجنيه. موضوع سهل. سؤال رقم 18، تعالى يا سيدي. 18 قال لك نسبة الاستغلال للطاقة التي تحقق التعادل. هو قال لك ايه؟
قال لك نسبة، يبقى انت نسبة دي بتضرب ايه يا باشا؟ بتضرب في 100، خلي بالك. تمام ماشي. السؤال هنا قال لك ايه يا باشا؟ قال لك نسبة الاستغلال بتاعت الطاقة، هي النسبة كان مديها لك في المثال 75%. خلاص طيب ناخد شرط الكسر في كام؟ طالما قال لك نسبة في 100، فوق انا بحط ايه فوق؟ بحط 160,000 جنيه، صح كده؟ دي ثابتة معاك يا باشا في أي خطوة بتعملها. في كام بقى؟ في اللي هو طالبه منك، في نسبة الاستغلال معطى 75. إيه يا باشا؟ 75%. على إيه؟ بص بقى، هي اللعبة هنا على إيه؟ اللعبة هنا هتبقى على إجمالي الهامش. إجمالي الإيه؟ إجمالي الهامش. طيب بص يا سيدي، هو أنا إجمالي الهامش عندي بكام؟ معرفوش، لسه ما جبتوش. طب أجيبه إزاي؟ انا هامش المساهمة عندي بالوحدة، بص هامش المساهمة عندي بالوحدة، بص كده مديك كام؟ 8، صح؟ ماشي. هو عامل كده فيه عشان ما تلخبطش نفسك، في 30,000. يبقى انا هضرب هامش المساهمة للوحدة واقوم ضربه في كمية المبيعات ال 30,000 عشان تطلع لي اجمالي هامش المساهمة. اجمالي هامش اللي ايه يا سيدي؟ المساهمة. طيب 30,000 في 8 بكام؟ ب 240,000. اهو نعمل كده في خلاص 30,000 اللي هي كمية المبيعات، هيبقى كام؟ هيدينا كام؟ 240,000. عايز تاخدها خطوة واحدة على الآلة، خدها. هيديك كام يا سيدي؟ هيديك 50%. تعالى نضربها مع بعض. يلا 160,000. خلي بالك انت لما بتيجي تضرب على الآلة، اللي في اليمين هنا هو بتاخده الاول، الشمال بالانجلش عشان شمال، عشان الانجلش بيبقى شمال. تمام. فانت الرقم اللي موجود في اليمين، في اليمين هنا هيبدا معاك هنا. اوعى تضرب او ممكن تضرب 75 عادي، يعني مفيش مشكله، هي هي. تمام، بس خليك عشان في مسائل تانية بتحتاج الترتيب بتاعها. هنقول في 75% على كام؟ 240,000 الاجمالي الهامش اللي انا طلعته. يضرب في 100 اهو، في 100 طلع بخام ب50%. خلاص. وانت في الامتحان لو جيت تحل مثلا ومش فاكر، انا مش فاكر اجيب الخطوه اللي تحت ازاي، بص احنا لو قلنا مثلا على 8 اللي هي هامش المساهمه للوحده، هيديني رقم غريب. خلاص. وخلي بالك هو في المعطيات هنا في في في, في البابل شيت هو طالب منك نسب، يبقى اذا احنا الرقم اللي هيطلع صغير، يا اما 25 يا اما 20 يا اما 50 يا اما 40. خلاص. طب انا جربت دي ما ينفعش. طيب مثلا يعني، طيب انا هجرب مثلا ال 40 على نسبه الهامش، برضو اداني رقم عجيب ما ينفعش. خلاص. لو انت الدنيا راحت منك، طيب تقعد تفكر شويه. طب ما اضرب الهامش المساهمه للوحده في ال 30 واشوف الاجمالي، هتقوم ضارب هيديك كام؟ 240، هيديك 50%. مش عشان انت لو في الامتحان وتهت يعني، ممكن تجرب مثلا وتخليك سريع لان انت معاك ساعة. خلاص ماشي. خلاص. السؤال ده كده خلص. تمام، ده كده السؤال ده ايه خلص. في الفكرة دي انا وريت لكم الفكرة اللي انتوا ممكن حد مثلا لو جات له ممكن يتوه فيها، يقف شوية، الكلام ده كله. نحل سؤال تاني. تمام، لو انتوا فاكرين السؤال ده انا شرحته في الفيديو اللي فات. تمام، يقول لك ايه؟ اذا علمت ان دخل تشغيل الاقسام س ص ع لام 90 كذا لحد اخره، واجمالي الاصول الاقسام اللي هي س وص دي بتاعتها، حد الادنى للمعدل 15%. تمام ماشي. فهو عايز طبقا لمقياس الدخل للمتبقي اي قسم يعني من الاربعة افضل. لو انتوا فاكرين يعني، لو انتوا فاكرين حلوا معايا. ماشي خلاص. احنا قلنا اول حاجة هنقول سين اهو، سين صاد عين لام. سين بكام؟ بص س ب 90,000، بعد كده ص 120 150 140، ادي 90,000، بعد كده 120
بعد كده 150 وبعد كده 140. طيب عندنا في الإجمالي 600 و700 و900 و800. بص يا سيدي، انت كل رقم من ده هنضربه في 15 واللي هيطلع نحطه هنا ونطرحه. كل رقم من ده هيطلع هنضربه في 15 واللي هيطلع نحطه هنا ونطرحه. الرقم ده هنضربه في 15 واللي هيطلع نحطه هنا ونطرحه. الرقم ده هنضربه في 15 تمام واللي يطلع نحطه هنا ونطرحه. انا عدتها 4 مرات. ماشي، يلا يا باشا هات الآلة. اول حاجة عندي كام؟ 600,000. ادي 600,000، هنقول في كام؟ في 15%، طلع ب90,000. كاتبين هنا كام؟ 90,000. خلاص نعمل كده عشان هنطرح. تعال الرقم التاني 700,000، في كام؟ في 15%. انا باخد الاجمالي. ماشي، طلع كام؟ 105,000. ادي 105,000. الرقم التالت كام؟ 900,000. في كام؟ 15%، 135,000. على فكرة السؤال ده بيجي في كذا، يعني مكرر كتير جدا. السؤال ده لو كده يعني سؤال سهل جدا، مش هاخد معاكم ثواني. ماشي، اخر حاجة كام؟ 800,000. نقول في كام؟ في 15%، طلع بكام؟ ب 120,000. هنعمل ايه يا باشا؟ هنطرح خلاص، واكبر رقم هو ده اللي هنختاره. 90 و90 0، 120 و105 طلع كام؟ 15,000. ماشي، 150 و135 طلع 15,000. 140 و120 طلع كام يا سيدي؟ 20,000. طيب اكبر رقم في دول كام؟ طبعا العشرين، 20,000. خلاص، يبقى هو ده افضل قسم، اللي هو كام بقى؟ اللي هو اللام. اهو نيجي هنا وايه ونعلم على اللام. خلاص، طيب تعالى اكثر انواع مراكز المسؤوليه استخداما هي ايه؟ مركز التكلفه. خلاص ماشي، السؤال ده برضو على طول بيجي كتير جدا. طيب احنا كده حلينا سؤالين في الامتحان. ماشي، طيب في سؤال ثالث اللي هو ده، اللي هو بتاع سين وصاد وعايز يضيف عين. تمام، ده انا حليته قبل كده برضو، بس يعني الارقام مختلفة. فلو كده انتوا ايه حلوه، ولو وقف معاك ولا حاجة ابعتولي واحنا مع بعض يعني. وخير ان شاء الله، بالتوفيق. اتمنى اللي يتفرج على الفيديو بقى يشترك في القناة. تمام، وابعتوا الفيديو ده لصحابكم عشان الناس تستفيد. وما تنسوش بقى ايه دعوة حلوة كده خلاص، عشان ربنا يكرمنا، لان خلاص فاضل على الامتحان خلاص، يعني امتحانات الاسبوع الجاي. فربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله. واي حاجه، اي حد محتاج حاجه اكتبوا لي في الكومنت وانا معاكم يعني ان شاء الله، مع بعضينا باذن الله ونعدي على خير ان شاء الله. بالتوفيق للجميع. شكرا والسلام عليكم.